يواجه الكثير من الأشخاص مشاكل في البلع أثناء تناول الأغذية والسوائل، وهناك عدة أسباب تؤدي إلى ذلك. وتعرف صعوبة البلع بأنها الحالة التي يبذل فيها الشخص جهداً أثناء تمرير الطعام والشراب من فمه إلى المعدة. أما صعوبة التنفس فهي عدم القدرة على التنفس بسهولة خلال بذل القليل من الجهد، أو كنتيجة لوجود واحدة من أمراض الرئة. وفي بعض الأحيان يتزامن ظهور صعوبة البلع مع ضيق التنفس لأسباب كثيرة ومتنوعة. وبكل الأحوال يبقى الطبيب هو الشخص المسؤول عن تشخيص أسباب هذه المشكلة وتحديد العلاج الملائم لها بعيداً عن التخمينات والتكهنات. ونذكر في الآتي مجموعة من أبرز أسباب صعوبة البلع وضيق التنفس. أولاً، التهاب أو ألم الحلق. قد يحدث التهاب أو ألم الحلق بسبب الإصابة بعدوى أو التعرض لمواد مهيجة، وربما يكون من المشكلات التي تؤدي إلى صعوبة البلع وضيق التنفس وظهور أعراض أخرى كالسعال وسيلان الأنف والحمى والعطاس وآلام الجسم وألم الأذن. ثانياً، التهاب اللوزتين، وهي من الحالات المعدية التي قد تكون أيضاً مصاحبة للشعور بصعوبة البلع وضيق التنفس وربما أعراض أخرى كالصداع وبحة الصوت والرائحة الكريهة للفم والشخير والسعال المصحوب بالدم. ثالثاً، تضخم الغدة الدرقية. على الرغم من أن تضخم الغدة الدرقية عادة ما يكون غير مؤلم، إلا أن تضخمها بشكل كبير يمكن أن يسبب السعال ويسبب صعوبة في الابتلاع أو التنفس. ومن الضروري علاج الصعوبة في البلع وضيق التنفس، وخاصة في حال استمرار هذه الحالة لمدة طويلة، لأنها تؤدي إلى سوء التغذية والجفاف. ويتوقف علاج صعوبة البلع وضيق التنفس على السبب. توجد بعض الحالات التي تزول خلالها هذه الصعوبة وحدها دون علاج، وحالات أخرى يمكن معالجتها بسهولة. أما صعوبات البلع المعقدة فقد يتطلب علاجها أخصائياً أو عدة أخصائيين. سيساعدك الطبيب على التعامل مع صعوبة البلع وضيق التنفس من خلال تحديدها أولاً، ومن ثم علاج الحالة المسببة لها. وبناء على هذه الحالة فقد يتضمن العلاج التالي: أولاً، الأدوية، خصوصا في حال كان المريض يعاني من اضطرابات في المريء أو من ارتجاع مريئي، بحيث تساعد هذه الأدوية على تنظيم حركة عضلات المريء. ثانيا، الرياضة، ويكون العلاج أيضا بممارسة التمارين الرياضية، فالرياضة تقوي القلب والرئتين وتجعلك تتمتع بصحة كاملة وجيدة. ثالثا، تقليل كمية وسرعة تناول الطعام، حيث إنه من الواجب أن يتم تناول الطعام بشكل بطيء، كما ينصح بتقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ومن ثم هضمه بشكل جيد، إذ يجب أن يتم مضغ الطعام في الفم إلى أن يصبح سائلا قبل بلعه. رابعا، زيادة إفراز اللعاب، حيث إن شرب كميات كافية من السوائل والعض على المصاصات أو رقائق الثلج أو مثلجات الليمون بشكل دوري لزيادة إفراز وإنتاج اللعاب يؤدي بدوره إلى تسهيل عملية البلع. خامساً، في حال تسببت صعوبة البلع بمنع المصاب من الأكل والشرب بشكل جيد، فقد يوصي الطبيب المصاب بنظام غذائي يعتمد على السوائل من أجل الحفاظ على وزن صحي ومنع حدوث الجفاف، أو قد يحتاج المصاب إلى أنبوب تغذية في الحالات الحادة جدا من صعوبة البلع، وذلك من أجل تجاوز الجزء الذي لا يعمل بشكل طبيعي في عملية البلع. في النهاية وبكل الأحوال يبقى الطبيب هو الشخص المسؤول عن تشخيص أسباب هذه المشكلة وتحديد العلاج الملائم لها بعيداً عن التخمينات والتكهنات.